حياكم الله. قانون الانتخابات المرسل من رئاسة الجمهورية يثير جدل بين القوى السياسية، والاتفاق الوحيد على هذا القانون هو أن الجميع متفق على تغييره أو تعديله، لكن بمساحة أوسع. كل هذا الحراك على قانون الانتخابات، والكرد ما زالوا غير مهتمين ويغردون في سرب حلم الدولة الكردية. أما ضيوفنا لهذه الليلة، النائب التركماني حسن توران مقرر اللجنة القانونية النيابية، النائب ماجد الشنقالي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. قانون الانتخابات صافرة البداية للصراع العلني. الكرد عيونهم على قانون الانتخابات والقلب عند الدولة الكردية. قال رئيس الكتلة الوطنية النيابية النائب كاظم الشمري أن القانون الانتخابي المرسل من رئاسة الجمهورية يراعي مصالح كتل معينة ولم يراعي الوضع السياسي في البلد. وأكد الشمري أن قانون الانتخابات الذي أرسلته رئاسة الجمهورية يختلف عن وجهة نظرنا الخاصة، ولدينا مقترح قانون سنطرحه قريبا. وأجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الانتخابات الذي اقترحته رئاسة الجمهورية بسبب الخلاف بين الكتل على الدوائر وطريقة احتساب الأصوات، على رغم إعلان اللجنة القانونية الاتفاق على القائمة المفتوحة ونظام سانت ليغو. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وتبعاته القانونية والسياسية، ينضم معنا في الاستوديو النائب حسن توران مقرر اللجنة القانونية. حياك الله سيادة النائب. خلينا أبدأ بقضية إرسال القانون من رئاسة الجمهورية. إرسال القانون هو قانون خاص بالانتخابات النيابية، انتخابات مجلس النواب. نعم. أنتم بعد عندكم صراع بقضية قانون انتخابات مجالس المحافظات. ليش هذا التزامن؟ ليش أداخل الأمور ببعضها؟ القضية توقيت خاضع لتوقيتات، ما أعرف، القضية جدا متشابكة. شكرا جزيلا. هو الفكرة أنه سواء قانون مجالس المحافظات أو قانون انتخابات مجلس النواب هو سيولد سلطات محلية وسلطة اتحادية قادمة، فبالتالي زخم التركيز عليه سواء إعلاميا أو اهتمام الكتل أو أعضاء مجلس النواب اعتيادي سيكون كبير، لأنه سيحدد ملامح السلطة والتكتلات والصراعات بين الكتل لانتخابات 2018 أو المحلية في 2017. فبالتالي هو امتص زخم إعلامي كبير. النقطة الثانية، لا بس اشرح لي شنو يحدد شكل، هسه هو معروف انه هو قانون انتخابات مجلس النواب، اي شلون يحدد؟ يعني ممكن انه يكون التصويت على ملامح رئيسية، المقترحات تكون استراتيجية بين القانونين وبعدين يبدي بالتفاصيل مالتهم؟ اي احنا تعرف الان نمر الى يعني هذا القانون سينظم انتخابات الدورة النيابية الرابعة. زين. صحيح؟ 2018. انت عندك في 2000 ثلاث انتخابات جرت بشكل، والانتخابات الاخرى جلت بشكل اخر، فهذا القانون دي يغير ترتيب الانتخابات، فلهذا هو الكتل متخوفة من عنده، متوجسة من عنده، مؤيدة إلى أو معارضة. ترتيبها بأي شكل؟ قبلها احنا كان عندنا تجربة القائمة المغلقة، والعراق دائرة انتخابية واحدة، هذا في الجمعية الوطنية صار دوائر متعددة وقائمة مغلقة في الدورة الانتخابية الأولى، صار قائمة مفتوحة ودوائر انتخابية متعددة بالدورة الثانية، صار لك بالثالثة نفس الترتيب الثانية، اليوم للرابعة رئاسة الجمهورية دازة شيء مختلف تماما عن كل ما جرى في الجمعية الوطنية والأولى والثانية والثالثة، اللي هو يقسم طريقة الحصول على المقاعد إلى طريقتين مختلفتين تماما. ما حاجة على هاي الطريقتين، هاي السلسلة اللي تحدثت بها حضرتك من انتخابات الجمعية الوطنية، انتخابات 2016-14، نعم، عبارة عن نضوج بالعملية الانتخابية. أتحدث عن أمور فنية، لو هي قضية نضوج بالصراع الانتخابي ومحاولة مكاسب، راح تكرس كل هاي الأمور بانتخابات 18. أنا من وجهة نظري كل هذه مجتمعة. جزء من عنده يتعلق أنه إحنا شلون نعالج الأخطاء اللي صارت في الأنظمة النظم الانتخابية اللي في القانون الانتخابي اللي مارسنا به
أربع انتخابات. زين. النقطة الثانية أكيد أنه كتل تريد تكرس وجودها وتريد تستفيد من الطرق بحيث يضمن لها الحصول على أعلى عدد من المقاعد، وهذا أنا أعتقد شيء طبيعي. ليش؟ لأنه إحنا المشكلة وين؟ أولاً خلينا نؤمن بداية ماكو شيء مثالي. كل نظام انتخابي جديد وهي مختلفة بمختلف الطرق في دول العالم كثيراً، ماكو فد شيء مثالي، فبالتالي كل واحد له سلبياته وله إيجابياته. إحنا نريد أنه نقضي على نقلل السلبيات إلى أقل حد ممكن ونصعد الإيجابيات. زين. هذا القانون دي يحاول أن يعالج بعض السلبيات، ولكنه ربما هو أيضا يقع في بعض السلبيات من وجهة نظر الآخرين. يعني مثلا الفلسفة الأساسية، خليني أنا أقول شوية بصراحة، النظام الانتخابي بالدورة الثانية والثالثة اللي هي 10 و14 أفرز علنا واقع هو في من وجهة بعض نظر الإخوة، وهو هي وجهة نظر مقبولة، أنه أكو كاريزمات، أكو رؤساء كتل تحظى بأصوات غير طبيعية، 700,000 صوت، 500,000 صوت، 300,000 صوت، هو رئيس قائمة. هذا شدي يسوي بند تحسب الأصوات إلى القائمة على سواء على طريقة هوندت أو سانت ليجو المعدل، دي صعد ويا ناس أو نواب لم يحظوا بالقاسم الانتخابي مثل هوندت ويصعدهم ويا، وصلت إلى عدد 2000 صوت، 1000 صوت، 700-800 صوت، لأنه هي كبيرة. فبالتالي يقول لك هل هذا يحقق التمثيل العادل؟ إذا لا سمحت لي، هذا بحسب التوزيع، يعني هو يأخذ اللي يكتفي ويطل اللي بعد رقم 2 ورقم 3، هذا اللي صار قصدك. نعم نعم، لانه احنا تعرف سانت ليجو او هوندت يجي اول شيء هذا الشخص ياخذ، بعدين توزع على القائمه، فالقائمه تاخذ مثلا ان يقول القائمه سين حصلت على 700,000 صوت فحصلت 40-30 مقعد، البدايه يجي هو يسطرها حسب تسلسل الاصوات، من يوصل للاخير يوصل قد يكون خاصه في الكوتا النسائيه 800 صوت 1000 صوت، ويصير عضو مجلس نواب. ويقول لك هذا شلون يمثل حسب الدستور اللي كل نائب يمثل 100,000 نسمة، فهذا صار خلل في التمثيل. هذا تردون انتم تعاجلوا، اجى معالج اصلا بالقانون المرسل من رئاسه الجمهوريه. هذه الان اكو وجهه نظر ارسلت من قبل رئاسه الجمهوريه. زين. يقول لك احنا خلي نعالج بطريقه ما هذا الموضوع كالاتي: نقسم الاصوات الى قسمين، المحافظه أليف أو باء عندها 20 مقعد مثلا، 10 ما ننطيها مثل ما قبل أقسم على سانتيغو أو هوندت ويجي يأخذ الأصوات، لا أقسم الأصوات 20 إلى 10 مقعد ب10 مقاعد، 10 مقاعد الأولى راح أنطي لأعلى 10 ماخذين في مختلف الكتل على مقعد، يعني مثلا خلي نبدي واحد ماخذ 300,000 صوت هو رقم واحد، بعدين اكو واحد وراء 250,000 صوت في قائمة أخرى ما له علاقة بهاي القائمة ننطيه، ننزل نقول هذا 200,000 صوت في قائمة ثالثة ننطيه، واحد ماخذ 70 ننطيه، نجمع الأعلى الأصوات. زين. نذول نكملهم 10، بعدين نجي للعشرة الأخيرة الباقية نرجع إلى نفس طريقة 2014 فقط زيدوا المعدل 0.1، كان 1.4 السانت ليجو في انتخابات 14، هذا اجى سواه 1.5 في انتخابات 2018، يعني فد شيء طفيف جدا. زين. بالمحصله النهائيه هو باعتقاده اللي داز المشروع اللي هي رئاسه الجمهوريه والتي هي من حقها الدستوري ان ترسل الينا مشاريع قوانين حالها حال الجزء الاخر من السلطه التنفيذيه اللي هي رئاسه الوزراء. زين. فبالتالي يعني هذا حق دستوري. هذه الان تلقى ردود فعل مختلفة من الكتل عندما تصل، لحد الآن هو واصل فقط إلى هيئة الرئاسة. خليني بس بالنص الأول، أنت اليوم حضرتك ما راح تعطيني مجال أسأل هو لأنه تعطيني تفاصيل كلها جيد. بالعشرة مثلا احنا ضربنا مثل 20 مقعد بها، بالعشرة اللي راح تعطى للأعلى شلون احنا نقول السبع يجيب نسبه اصوات اعلى وبالتالي راح ياخذ، ممكن انه القائمه هي بها اول 4 هم ما على شيء بالمحافظه، حتى لو القائمه ما فائزه بس هو من ضمن العشرة الاول على مستوى المحافظه هو يحصل مقعد، واذا عنده 4-5 هم الاوائل باعلى نسبه تصويت ما له علاقه بها ياخذها. هي حتى لو قائمته ما فائزه كيانه ما فائز بس هو ضمن العشرة الاولى
اللي هو جاب أعلى الأصوات فهو يحصل مقعد ضمن العشر المقاعد الأولى المخصصة للمحافظ. هذا بسلاسة وما بتعقيد. بالضبط. منتهي من عنده. زين. التعقيد يمكن يصير بعد قضية التقسيم. راح أجي أقسم على 1.5 بالعشرة الثانية، العشر مقاعد الثانية. قبل ننتقل للقسمة الثانية. زين. ما ذاكر القانون كوت النساء شلون؟ ذاكرها بطريقة يعني شوية غامضة. هل أنه إحنا ننطي في العشرين الربع تعرف 25% هي للنساء؟ زين، حصة النساء الخمسة من العشرين اللي هي نسبة الربع نأخذها من الخمسة الأولى لو نأخذها من الخمسة العشرة الأولى لو العشرة الثانية؟ هذه يكون لازم كانت تتوضح. اليوم قد تصير خاضعة الاجتهادات، يقول لك لا نأخذ النساء الآخر ماخذين خمس أصوات الأولى فننطي خمسة أول رجال وننطي خمسة أول نساء، أو يقول لك لا أنا أنطي عشرة رجال لكل اللي بالطرف الأول وباقي اللي على طريقة سانتيغو أنطيها من الأسفل اللي عسب الكتل وأنطيها لكوت النساء. هذه جزء من الغموض. حتى أعطيناها من العشرة الأول إنه أجينا خصصنا 25%. من العشرة كمثال عشرة راح يطلع بها أنصار كسورات 2.5 شلون نكملوا ويا 2.5؟ هذه يكون أمور كانت تتوضح أكثر. زين. وأنا أعتقد لو كان يعني المستشارين أو اللجنة القانونية أو الجزء القانوني والتشريعي في رئاسة الجمهورية، لو كان إحنا جاي ومناقشنا كلجنة قانونية يمكن كنا نوصل إلى أمور مشتركة أكثر من اللي وصلنا له، لأنه أيضا أكو بعض الكتل تفكر في نظام آخر وهي تقول لك أنا أريد كلها تصير من التصويت الفردي، يعني مو العشرين واحد. زين. أنا أجي على 20 واحد بالمحافظة بغض النظر عن قوائهم أختار من عندهم 20 شخص ماخذ أعلى الأصوات بغض النظر عن كتلهم وأسويهم أعضاء في مجلس نواب يممثلون المحافظة سي. هذا اللي قلت عليه أثار الجدل بين القوى السياسية، هذا جزء من عدها. شنو بعد الأمور اللي اختلف عليها؟ الأمور تقدر تفرز اللي أستاذ حسن بين الأمور الاعتراض على الأمور الفنية والأمور السياسية. يعني مثلا جزء من المشاكل يقول لك أني ما عندي يوم للتصويت الخاص وأني أمنع التصويت، القانون يقول طبعا، وأمنع التصويت في الثكنة بحيث العسكري عندنا سواء الشرطي أو الجيش ما راح يقدر ينتخب في الثكنة مالته، وبالتالي يتعرض إلى ضغوط، وهذه حصلت في بعض الأمور. خلينا نكون صريحين، يجي الآمر يقول لكلكم تصوتون إلى شخصية سين من الحزب باء، وإذا ما تصير النتائج ما تطلع هيك، لأنه تعرف أنت هو الإنسان حر في من يروح للكابينة التصويت شلون يصوت، بس يقول لك تراني أعرف النتائج إذا طلعت ما مصوتين راح تصير لكم عقوبات أو ما إلى ذلك. هذا التصويت تحت ضغط وترهيب. نعم، هذا مثلا القانون حاول أن يعالجه بس ما وجد له حلول متكاملة. يقول لك أني العسكري يصوت حال المواطن العادي، ما عندي مراكز اقتراع خاصة، ما عندي ثكنة، يروح إلى الصندوق الانتخابي اللي موجود يم الوحدة العسكرية مالته. زين، إحنا اليوم دا نخوض فت حرب شرسة ويا الإرهاب، وقطاعاتنا منتشرة تعرف من محافظة نينوى إلى حدودنا مع الدول السورية السعودية إلى إيران، كل هذه الحدود إحنا عندنا بها جيش. هذا شلون يصوت؟ يعني هل أنه هذا راح يحرم من التصويت؟ يكون إحنا هذا نعالجه، إما نسوي أكثر من يوم لتصويت العسكريين بس في نفس الطريقة يجي يصوت في مراكز الاقتراع، أو نكون القالة الحل، لأنه هو الدستور العراقي الانتخاب هو حق مكفول لكل عراقي. أكو بعض الدول. سيد حسن جيد، اسمح لي آسف المقاطعة، من نتحدث على القانون أنه أمور يعالجها، بالتالي هو جاي يمكم أكو عندكم أنتوا رأي، يعني هو ما جاي أنه هو خلص جاي بلكم إياه، ما جاي بلكم قانون انتخابي قرآن لازم ما يتم التعديل عليه، أنتوا رأيكم، بالتالي هو جاي بصيغة أولية، أنتوا شو راح يكون تعاملكم إياه؟ بصراحة أكثر البعض يتحدث على أنه القانون اللي إجا من رئاسة الجمهورية إجا برأي مستشارين، والمستشارين من كل الكتل السياسية أيضا راح يجي يمكم. لا، من كتلة كتل فيه. أها. إيه؟ لازم تترك ما عندكم مستشار. مع الأسف. مع الأسف. أي، ولهذا تقول زين، ولهذا راح يجي اللجنة القانونية. نعم. أنتوا هم عندكم اللجنة القانونية من كل الكتل، راح يخضع أيضا لتعديلات ربما تنسجم مع الدور السياسي أكثر من القانوني. يعني تعرف أنت وحسب الدستور والسياق التشريعي الطبيعي أنه هذا المشروع هو سيأتي إلى هيئة الرئاسة، وصل إلى هيئة الرئاسة، أنا اليوم استقصيت عنه، واصل إلى هيئة الرئاسة، هيئة الرئاسة راح تحوله إلى اللجنة القانونية.
يتحول الى اللجنه القانونيه القراءه الاولى اعتيادي اوتوماتيكي. هذا تقصد قانون رئاسه الجمهوريه؟ نعم. لعد هذا كل الكلام انتم تتحدثون به صار يوما، هو انتم واصلتكم مسوده من عنده؟ مسودات واصله عن طريق يعني اصدقاء ومستشارين موجودين في رئاسه الجمهوريه، وصلت وانتشرت حتى في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. زين. بس النسخة الرسمية وصلت اليوم إلى البرلمان، موجودة في بريد الرئيس، راح تحول بكرة إلى اللجنة القانونية. احنا طبعا باللجنة القانونية عادة القراءة الأولى هي قراءة روتينية، نكتب بها تقرير أولي وتعرض إلى القراءة الأولى، وراء القراءة الأولى هي هنا تسكب العبارات كما يقول المثل، تبدي النقاشات والسجالات أولا داخل اللجنة حتى تعد تقريرها اللي بموجبه راح ينعرض القانون إلى القراءة الثانية. في القراءة الثانية راح نستمع إلى آراء كافة أعضاء المجلس أو الكتل السياسية، وأنا أعتقد راح يكون جلسات حوار طويلة ومناقشات مستفيضة عن القانون بسبب أهمية هذا القانون ودورها في تشكل السلطات في المستقبل كما تعلم. يعني أنت اليوم تجي تقول فشيء جديد، هذا الشيء الجديد كل كتلة ونكون صريحين راح تأخذ مسودة القانون وتضع له الإيجابيات والسلبيات اللي يفيد جمهورها واللي يفيد مناطقها الانتخابية، وبعدين تنطينا رأيها. جيد أستاذ حسن، احنا تحدثنا بالبداية عن الغموض والتشابك. الغموض الآن الأكثر عند الناس أو عند الناس اللي تعرف شنو هذا، أكو قانون انتخابات مجالس المحافظات اللي إجاكم من مجلس الوزراء. أي. هذا القانون شو راح تتعاملون وياه وانتو جايكم قانون من رئاسة الجمهورية؟ منو اللي إلى حق أنه يطرح القوانين؟ يعني هسه مثلا هو مقترح، جاي مقترح قانون من رئاسة الجمهورية، لا مشروع، مشروع قانون، آسف، مقترح القانون يطلع من عندكم انتو كمجلس نواب. نعم. منو اللي عنده حق يقدم؟ شنو الفرق بين أنه رئاسة الجمهورية دزت قانون الانتخابات النيابية ومجلس الوزراء دز قانون مجالس المحافظات؟ هذا اللبس شنو اللي صار؟ هو قضية تبرع يطلب من عندهم؟ لا، هو عادة في كل الدورات الانتخابية قبل ما يأتي موعد الدورة الانتخابية عادة إما تلتزم الدورة نفسها يعني مجلس النواب بالقانون النافذ للدورة السابقة أو تجري عليه تعديلات، وجرت العادة في كل قبل كل انتخابات أصبح فد عرف برلماني أنه تجرى تعديلات على مشاريع على القوانين النافذة المتعلقة بالانتخابات سواء مجالس المحافظات أو مجلس النواب. حسب ما طرق سمعي آني من أخوة مقربين في رئاسة الجمهورية أن طرفي السلطة التنفيذية اتفقوا على أن رئاسة الوزراء تتولى إرسال مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، ويتولى رئاسة الجمهورية مشروع قانون انتخابات مجلس النواب. صارت واضحة أنهم صار اتفاق بيناتهم. نعم، فبالتالي هو مشروعين وهو حقهم الدستوري. كل واحد السلطة التنفيذية إلى دور، فأخذوا كل واحد تبادل أدوار صار لكل قانون. الآن إحنا جيد على اسمح عاتقنا إذا سمحت لي نتحدث عن الحق الدستوري. الدستور يعطيكم الحق أنه من أرسلوا لكم هاي القوانين، قوانين الانتخابات، مشاريع القوانين، مو شرط اللي تعدلوها، ممكن تقولهم شكراً احنا استلمناها بس ما راح نحتاجها، راح نطلع بالمقترح القانون من عندنا، ما نحتاج المشاريع. ممكن او نقول احنا ماكو داعي اصلا حاجه الى تشريع قانون جديد، اكو عندنا قانون نافذ واحنا هذا نرده من حيث المبدا، حتى هذا الحق موجود. ولكن انا ما اعتقد انه هذه القوانين ستهمل، لا، ستاخذ مسارها التشريعي، ستخضع الى كثير من النقاشات، ولا زالت الآراء مختلفة، قلت لك لأنه هي بها فكرة جديدة. زين. لم تصلنا أو لم يصلنا لحد الآن رأي نهائي لكتلة من الكتل. أنا سمعت كثير من التعقيبات والتصريحات على من جميع الكتل أو معظمها حول هذا القانون، بس أنا أمانة لا أعتقد أنه وصلنا إلى القرار النهائي من الكتل حول هذا القانون. زين. ولكن أكو توجهات رفض بالمطلق والرجوع الى سانت ليغو المعدل، حد مشروع تقسيم المقاعد 50-50%، واكو ايضا توجه لزياده السانت ليغو الى 1.9% حتى تنظر بالكتل الصغيره ويزيد المقعد الانتخابي، قيمه المقعد الانتخابي. هذا الكلام هذا يحاولون يمرروه على مجالس المحافظات والنيابيه؟ لا، اكثر شيء حكي بال 1.9 على مجالس مجلس النواب، لانه اصلا مجلس المحافظه رفع من 1 في 2013 الى 1.7 في 2017، يعني الان يراد لمجالس المحافظات نسبه قريبه من 1.9 اللي هي 1.7. جيد.
هسه انتم بهاي الحاله من راح يجيكم مشروع القانون، قانون الانتخابات النيابيه من رئاسه الجمهوريه، راح يكون التعامل به عندكم قانونيا لازم بنفس الوقت انه بالضبط ناقشوها وطرحوها على الكتب. نعم، اليوم احنا عدنا مثلا في قانون مجالس المحافظات اعدينا تقرير القراءه الثانيه لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ربما ما وصلني جدول يعرض غدا قانون انتخابات مجالس المحافظات على القراءه الثانيه. والتوجه من معظم الكتل هو لدمج الانتخابات البرلمانيه مع مجالس المحافظات. وهذه أني أعتقد أيضا أحد المشاكل، إذا جبنا نظامين مختلفين وكل واحد التوجهات مالته في احتساب الأصوات وما إلى ذلك، قد يربك الناخب والكتل السياسية وما إلى ذلك. قسم يقول لك لا، هذه أمور فنية، المفوضية هي اللي راح تقوم به. بعدين مصير المفوضية، احنا راح نجري الانتخابات بالشهر التاسع والمفوضية ينتهي تاريخها في 20 أيلول، هذه أيضا نكون معضلة نعالجها في قانون انتخابات مجالس المحافظات. زين، هي نرجع كانية قانونية وفنية أنه الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات تكون بقانون واحد؟ لا، يكون في قانونين منفصلين ولكن من الممكن أن تجرى في يوم واحد. عندنا تجربة في 2005، أكو أيضا تجربة في إقليم كردستان بالدورة الماضية أنه صارت انتخابات النيابية وانتخابات أيضا البرلمانية في يوم واحد، هذه ممكنة. فبالتالي أنا ما أعتقد الأمر يعني معقد جدا، ممكن دمج الانتخابين ويصيرا في يوم واحد. ولكن أيضا أنا أقول وأني دائما أكرر أنه إحنا عدنا النموذج الانتخابي أو القانون الانتخابي يجب أن لا يراعي مصالح كتلة واحدة فقط أو فئة واحدة من الشعب العراقي، وكذلك أن لا يفصل على قياس محافظة مستقرة ما بها تنوع وما إلى ذلك. إحنا عندنا محافظات مهمة مثل محافظة كركوك بها تنوع قومي، أكو محافظات إذا سمحت لي أنا هو أقول لك لازم ننتبه من وقتنا الكركوك، لا أعطوكم وزارة ولا عندكم مستشار رئاسة الجمهورية، خلي إحنا نعطيكم بالوقت. المعالجات اللي ممكن اللي إجتي بقانون مجالس المحافظات وحتى اللي إجى من رئاسة الجمهورية، على اعتبار أنه قرار المحكمة الاتحادية كان واضح أنه يكون لها قانون خاص. نعم، ما إجا وياها، ترك الموضوع على اعتبار أنه بحساسية الآن أنه يفتح، ما راح ممكن أنه يطالبون به دزونا القانون حتى أنه نتعامل وياه. ما أعرف شنو الفقرات الأساسية الخاصة بكركوك. الفقرات الأساسية الخاصة بكركوك، رئاسة الوزراء حاولت ترضي كافة الأطراف وتنأى بنفسها عن الخلاف المحتدم حول كركوك، سوت لنا في التوليفة جديدة ومعقدة من طرف حتى ترضي الجانب الكردي. قالت أنه تجري انتخابات كركوك بموجب هذا القانون، ضربت بعرض الحائط توجهات المحكمة الاتحادية التي أوصت أن يكون لكركوك قانون خاص ولدورة انتخابية واحدة. فقالت أنه نجري الانتخابات بموجب هذا القانون لإرضاء الأحزاب أو التكتلات الكردية. إجت من طرف آخر حتى ترضي التركمان والعرب، قالت أني صح هو يجري في هذا القانون بموجب هذا القانون، بس أنا عندي 3 شروط حتى تجري انتخابات كركوك المحلية، اللي هي تدقيق سجل الناخبي، الاتفاق على تقاسم السلطة بحيث لا يحرم ولا مكون من تقاسم السلطة في كركوك مثل ما حاصل للتركمان حاليا، والنقطة الثالثة أزال القرار المتعلق وبيد مجلس المحافظة لتقرير مصير كركوك، أخذ هذا الحق من مجلس المحافظة وسلمه إلى مجلس النواب حتى لا تكون مصير كركوك ومستقبل كركوك هو بيد مجلس المحافظة وإنما أناط بمجلس النواب. فبالتالي هاي الأمور كلها بصالحكم. هو بصالح، نعم هذه الأمور بصالحنا، ولكن إحنا لازلنا في التوجه كتركمان أن يكون لكركوك قانون خاص، وسنناضل من هذا الشيء لأنه موضوع كركوك كما تعلم. زين، إذا هو قرار محكمة اتحادية على اعتبار أنه قرارات محكمة اتحادية غير قابلة للطعن. نعم، أنتم بعد ليش منه هذا القرار واضح بالنسبة لكم؟ أنا أعتقد كان قرار سياسي أكثر مما هو قرار قانوني اتخذ مجلس الوزراء. إحنا يعني أعطينا رسائل كثيرة عن طريق بعض الإخوة الوزراء الذين كانوا يتفهمون قضية كركوك، لأنه كما تعرف ما عندنا وزير تركماني حتى يدافع في مجلس الوزراء عن وجهة نظر التركمان حول قانون الانتخابات، فاستعنا بوزراء آخرين متفهمين لقضية كركوك وجزاهم الله خير ما خسروا، بس هي توليفة سياسية لرمي الكرة إلى ساحة مجلس النواب العراقي حتى هو ينشغل بكركوك وهو يحتدم بالصراع حول كركوك،
حتى نصل بنتيجة لتقرير مصير انتخابات مجلس محافظة كركوك. بس لحاليا لا وصلكم شيء مع قانون انتخابات النيابية من رئاسة الجمهورية، ولا أكو شيء خاص بمجرد أنه خلاها فقرة داخل قانون انتخابات مجالس المحافظة. في مجلس النواب عادة في بالنسبة لكركوك فقط تكون الإشارة في القوانين السابقة على ضرورة تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك، سواء هذا في قانون 2010 أو في قانون 2014 تم التأكيد عليه. في النسخة المرسلة حاليا إنه لم يشر إلى كركوك على الإطلاق في مجلس النواب، رغم أنه هذا النموذج المعطى لنا إحنا ندرسه. إحنا لازلنا نرى أنه العراق دائرة انتخابية واحدة مثل ما صار في انتخابات 2005 الأولى، هو الأمثل بالنسبة للمكون التركماني. على الأقل نضمن أنه الأصوات اللي يعني يؤدي بها التركمان سواء في بغداد أو في موصل أو في بعد ما رفضت أن تكونوا من ضمن الكوتة. أبدا لن نقبل أن نكون جزء من الكوتة في أي شكل من الأشكال. وإحنا أيضا الدائرة العراق دائرة انتخابية واحدة، هذا توجهنا. قد يقبل أو لا يقبل هذا بحث آخر، بس إحنا نعتقد أنه هو هذا النموذج الأمثل لحفظ حقوقنا على المستوى الوطني. أيضا أنا أريد أعرج إلى نقطة مهمة، وهو تخفيض مقاعد أعداد مجلس المحافظات بصورة مخلة وإيصالة إلى 10 مقاعد فقط كبداية، بعدين يضيف فوق 1,000,000 نسمة مقعد واحد لكل 200,000 نسمة بالنسبة لمجالس المحافظات. هذا يخل باللامركزية الإدارية اللي نص عليها الدستور، راح تكون مجالس محافظات هزيلة، وثانيا سيقضي على التنوع الموجود في المحافظات. يعني أستاذ حسن سبقتني، مو أنت بهذا كلامك ما تتكلم بقضية أنه بس البعض يقول ما تتكلم بمصلحة الناس وهذا العدد اللي ما له داعي، هذا كلامك من تركمانيتك راح تقول أنه السيطرة الكردية بالمحافظة راح تغطي علينا وعلى وجودنا بهذا العدد. هذا ايضا سيصيب يعني اكو مثلا في مناطق التنوع بها طائفي، ايضا هذه ستسبب مشكله لتمثيل الطوائف في النينوى، في البصره، في ديالى. هذه ايضا مشكله ليس فقط في كركوك. اني اقول انت عندك توجه لللامركزيه الاداريه نص عليه الدستور، الغيت 6 وزارات ونقلتها للمحافظات المشموله ب 21، ثم تاتي من طرف اخر وتجيب لي مشروع قانون يقلل عدد أعضاء مجالس المحافظات. محافظة من 1,500,000 نسمة مثل كركوك راح عندها 13 مقعد فقط، يعني إذا 7 أو 6 أعضاء من مجلس المحافظة قاطعوا مداومة وراح يخل بالنصاب. ذولا 13 كم لجنة راح تسويهم حتى يتابعون الخدمات الموجودة على مستوى المحافظة؟ إذا أنت تقول لي أنه من وياكم بهذا الرأي؟ ممكن نقول أنه أكو أغلبية وياكم بقضية التقليص. هسه تتحدث عن أمور تصير داخل المجلس، وحضرتك كنت رئيس مجلس، يعني بتعامل مع حكومة محلية. المشكلة أنه التوجه العام هو الرجوع إلى المركزية المفرطة. أكو فالتناقض ما مفهم أني لحد الآن، ربما هي بسبب تعسف. تناقض قانون 21؟ طبعاً. اليوم كثير من الكتل يقول لي مو بس نلغي مجالس النواحي، حتى لو عدنا بيدنا نلغي حتى مجالس المحافظات. أنا كثير من الناس لأنه أكو تجربة سيئة، أنا أقول أكو إذا ممارسات سلبية سيئة هذا لا يعني أن أصل الفكرة خطأ. لازم أن نميز ممارسة خاطئة تعدل، بس أصل الفكرة صحيح. إحنا قلنا بالدستور أنه المحافظات تتكون من محافظة وأقضية ونواحي. هسه ألغوا مجالس النواحي، يجي وراء دورة اللخ يقول لك مجالس الأقضية شنو هم، هي حلقة زائدة، يلغي مجالس الأقضية. هذه راح يترتب عليه أنه سكان منطقة معينة راح يحرموا من التمثيل، ربما ناحية سكانها لا عندهم عضو في مجلس القضاء ولا في مجلس المحافظة. وناحيتهم بحاجة إلى خدمات، من يمثلهم؟ من يدافع عن حقوقهم؟ هذا التناقض كون أكيد احنا في مجلس النواب نعالجه. اكيد راح نناقشه بعد معالجاتكم، وراح تصدرون للمشهد بالمرحله اللي جايه، لان القوانين كلها يمكن المهمه. راح يكون لقاء ثاني. اسمح لي نشكرك النائب حسن تورام مقرر اللجنه القانونيه. شكرا جزيلا. حياك. شكرا جزيلا. شكرا. سيدات ورجال الأعمال اللي مثلي يتساءلون،
من هو الشريك اللي يعتمدون عليه بكل تعاملاتهم المصرفية والمالية، واللي يقدم مزايا كاملة وشاملة: تحويل، إيداع، سحب، اعتمادات، خطابات ضمان، وعنده خدمات إلكترونية مصرفية شاملة وسرعة فائقة بالتعاون مع جميع الفروع داخل العراق والخارج. وفضل هذا الشريك بدت أعمالي تكبر أكثر وأكثر، لأن اعتمدت عليه بكل تعاملاتي المصرفية. مصرف الخليج التجارية، شريكك الدائم. قال القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني نصر الدين سندي أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا قيادة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن طهران لا تمانع من أن يقرر إقليم كردستان مصيره في حال تقديمه تطمينات لإيران بأنه لن يشكل خطرا على أمنها، مشيرا إلى أن رأي دول الجوار له أهمية كبيرة بشأن حق تقرير مصير شعب كردستان. والحديث أكثر عن هذا حق تقرير المصير وأيضا الانتخابات والتوجهات التركية بهذا الخصوص، انضم معنا في الاستوديو النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور ماجد الشنقالي. حياك الله دكتور. مساء الخير. حياك الله من جديد دكتور. حياك الله. انتم اهدأ الناس لحد الان بقضيه قانون الانتخابات، يمكن الوحيدين اللي ما عندكم لا تصعيد لا راي متشنج، بالعكس لا رحتوا قلتوا نناقش احنا عدم يمكن حتى عدم المشاركه بالانتخابات. بالتالي هاجس الدوله الكرديه، حلم الدوله الكرديه ما اخذكم من كل هاي التفاصيل اللي ممكن بالمستقبل بعد ما تحتاجوها. في البداية مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناتك الكرام. حقيقة اليوم دائما يقولون حلم الحلم عبرنا، احنا اليوم هدف وطموح، ماكو يعني ماضين ان شاء الله بمسألة استقلال اقليم كردستان. حقيقة يعني لازم ان تكون هناك بداية، يعني انت بالبداية يعني في التسعينات عندما تم تشكيل كيان بعد قرار حضرة الطيران فوق هاي المحافظات اقليم كردستان، حتى كان هناك رفض من تركيا وإيران. 2003 من صار اقليم كردستان اقليم دستوري فدرالي، هم كان اكو رفض شديد من تركيا وإيران. تركيا بعد ما حست بانه اقليم كردستان بالعكس هو عامل امان واستقرار، اليوم هناك تعامل كبير جدا بين اقليم كردستان وتركيا، واليوم حتى ايران حقيقه ليس هناك اي خطر من جانب اقليم كردستان على ايران. فبالتاكيد كل هذه التطمينات التي قدمها اقليم كردستان شكلت عامل ضمان لهذه الدول في حال قيام دولة كردية في اقليم كردستان، فهي لن ترفض على الاقل. هسه انا ايد اخذ الجواب عن الانتخابات، لكن خليني بقضية هاي التطمينات. يعني انتم رحتوا لهم بشكل مباشر وقلتوا لهم هاي التطمينات اذا احنا صرنا دولة هذا اللي نقدر نسويه، امنكم راح نقدر نحافظ عليه؟ لو هي بس مجرد انه رسائل عن طريق اشخاص وامور معينه، ما راح تبوا اذا رايحين لهم انتم بشكل مباشر. يعني بالفعل انتم لا تقولون راح ندز وفد البغداد ونتناقش، انتم اصلا متناقشين دول الجوار بهذا الموضوع. لا هي مو المساله كان وفد، بالتاكيد وفود كثيره من حزب الديمقراطي الكردستاني زارت تركيا وناقشت هذا الامر، وايضا وفد الاتحاد الاسلامي قد ناقش في طهران هذا الامر. اليوم انت مساله بناء الدوله هي حتى نخرج من هذا. اليوم كل حتى احزاب كرديه تقول بان الحزب الديمقراطي الكردستاني رافع شعار تكوين الدوله واستقلال اقليم كردستان كشعار سياسي، لا هذا واقع ونحن ماضون فيه. اما اليوم لحد هذا اليوم احنا جزء من العراق ونحن نعمل كجزء من العراق. مساله القانون الانتخابات بالتاكيد هناك دراسه مستفيضه سيكون لهذا القانون وسنعمل على دراسته من كل الجوانب. انا اقول لك هذا القانون فيه عداله كرأي شخصي، قانون المقدم من رئاسة الجمهورية فيه عدالة، فيه نظام مختلط، نظام تنافس فردي يحق للكثيرين من الذين حصلوا على أصوات كثيرة ولم تسعفهم قوائمهم بالدخول إلى مجلس النواب، وفيه أيضا من جانب آخر سلبيات يجب أن تذكر. سيكون هناك تشتت داخل مجلس النواب، سيكون هناك قد يكون أكثر من 40-50 شخصية منفردة، سيكون هناك كتل كثيرة. اليوم اذا كنت تبحث شراء الاصوات ومرحله
بالتأكيد أنت إذا كنت تبحث عن الأمن والاستقرار السياسي فبالتأكيد نظام العتبة الانتخابية هو الأفضل لكي يكون هناك حزبين أو ثلاث أو على الأربع على الأكثر للتنافس لتشكيل حكومات قوية. الحكومات الآن حكومات قلقة، يعني حتى اليوم حكومة السيد العبادي صحيح هي ائتلاف دولة القانون، ائتلاف دولة القانون يضم أكثر من 7 إلى 8 كيانات، والتحالف الوطني هكذا، والتحالف والائتلاف الكردستانية واتحاد القوى أكثر من 200 كيان يشارك في انتخابات، يعني هذا العدد كبير جدا. يعني أنتوا اللي أفتهم من كلامك أنت مع الرأي اللي أو أنتوا الكرد والحزب الديمقراطي مع الرأي اللي يحاول يقسم على أكبر عدد، يقسم على 1.9. بالتأكيد إحنا اليوم إحنا دا أنقل لك من الجانب العدالة، هذا القانون المقدم لرئاسة الجمهورية في عدالة كثيرة. اليوم اتهام بالشارع بأن النواب صاعدين بأصوات رؤساء الكتل أو أصوات القائمة، وأكو كثير تتكرر هاي الجملة صحيح وما صحيح زي. فهذا القانون اللي إجا من مجلس من رئاسة الجمهورية راح ينصف إذا أكو واحد يلقي بنفس الكفاءة ويلقي عنده شعبية يقدر ينزل في قائمة ويحصل أصوات كثيرة ويصعد، لأن أكو نصف الأصوات نصف المقاعد راح تقسم على الأغلبية. يعني مثلا محافظة نينوى على سبيل المثال فيها 31 مقعد، عوف الكوتات 31 مقعد، 15 مقعد راح يصير تنافس انتخابي أغلبية، راح يجيبون كل الأسماء المشاركين في الانتخابات من كل القوائم. احنا ناقشنا القانون، لكن انتوا اكيد مثل ما باقي الكتل سلمت المسودة سربت لها المسودة قبل ما توصل، يعني اليوم وصل البريد مجلس النواب، انتوا رئيس اللجنة القانونية من عندكم السيد محسن السعدون، بالتالي اكيد عندكم رأي، يعني ما راح تنتظرون انه يقرا القراءه الاولى وبعدين تاخذون مشروع القانون وتقعدون تتناقشون باللي تردوا، لازم يكون لكم راي من البدايه او يمرر عن طريق السيد السعدون على مود يكون مثبت قبل القراءه الاولى. يجوز انت ما جايك هذا الحكي، انا راح احكي لك. اولا هذا القانون، مشروع القانون مقدم لرئاسه الجمهوريه لم يقدم اعتباط، كان لرئاسه الجمهوريه منذ اكثر من 4 أو 5 أو 6 اشهر لقاءات مع مفوضية الانتخابات مع ممثل الكتل السياسية على الأجمع، وكان هناك آراء مختلفة. ما قدمته رئاسة الجمهورية حسب رأيي هو قانون متوازن بحيث يضمن جميع الآراء. هذا الكلام وقبلك السيد نائب حسن توران يقول ما أخذوا رأيي ولا دزوا. أنا أقول لك أخذوا رأي كل الكتل السياسية والتقوا ويا ممثلين أكثر الكتل السياسية. أنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني أعرف بأن ممثل كتلنا التقوا ويا مستشاري رئاسة الجمهورية، ومستشار رئاسة الجمهورية الباحة كنا في لقاء قال التقينا ممثلي كل الكتل السياسية وحتى قادة بعض الكتل السياسية وأيضا مفوضية الانتخابات، وأيضا لأن هذا القانون قانون أنا أقول لك يا يجوز الكتل الكبيرة ما تقبل، لأن الكتل الكبيرة أحيانا كانت تعتمد على الرموز، هذه الرموز تحصل على أعداد كبيرة جدا وهذه كانت تأتي بالقائمة. اليوم هذا الرمز الصحيح نفس الأصوات راح تأتي للقائمة. أنتوا أيضا تعتمدون على الرموز، يعني أنتوا هسه مثلا كالحزب نواب الحزب الديمقراطي بعدين راح يصيروا مرشحين الحزب الديمقراطي تعتمدون على رمزية السيد البرزاني. رمزية السيد البرزاني نعتمد عليها كدعاية انتخابية عامة، بس هو ما يشارك بالانتخابات. إلا هو قائمته قائمته بالتأكيد. مو إحنا دا نقول لك أنت تحاول تفصل بين الأصوات اللي توزع عن داخل القائمة وبين الرمزية الاشتراكية. رمزية بالتأكيد إحنا نعتمد على رمزية السيد البرزاني اللي هو بالتأكيد هو سبب الحشد الجماهيري كله للحزب الديمقراطي الكردستاني. ولكن اليوم أكو مثلا قاعدة مثلا أستاذ الدكتور عياد علاوي حصل 250,000 صوت ما يقارب في بغداد، اللي وراء يمكن ما جايب 10,000 أو 8,000 صوت. لو أكو نظام تقسيم انتخابي أغلبية يجوز من قائمة الوطنية بس واحد يأخذ مقعد تنافس والبقية على القائمة، يجوز ما يأخذ 10 أخذ يجوز 6 ما يأخذ. مشاكلكم يا سيد المالكي ما خلاك تضرب بيه مثل لو ما مقتنع؟ لا لا أنا البارحة ضارب وياه بيه مثل هواية والبارحة بالعراقية كلها على المالكي اليوم حاولت زين من باب التنويع. بالتالي ما تردون هذا يقسم وأنتم مع إنه النصف الأول النصف الأعلى يأتي عن طريق الأصوات اللي راح تجي. هسه هذا كقضية انتخابية كقانون انتخابي ممكن أن يمرر، لكن راح ارجع للقضيه الاولى اللي طرحتها. تعتقدون انه راح ارجع على قضيه انه انتم قلت يمكن ندرس عدم المشاركه، بالتالي الابعد انه قرار الدوله الكرديه ممكن انه ياخذكم، ما راح يكون لكم اهتمام واضح بهذا الموضوع، عندكم الانشغال الاكبر بالنسبه لكم كقضيه مستقبليه للكرد وتعاملهم مع العراق راح يشغلكم على الانتخابات، وممكن انه يكون تحصيل حاصل تواجدكم بها او حتى المشاركه باعداد القانون. بالتأكيد اليوم يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني واضح في أهدافه بأن هدفه الأسمى هو بناء
والمضي في استقلال اقليم كردستان، وهذا يحتاج الى جهود واضحه. اليوم هناك تفتت في البيت الكردي، نحن في البدايه نحتاج الى توحيد البيت الكردي وتوحيد الخطاب الكردي، لان هذا موضوع مهم جدا. وموضوع الاستقلال بالتاكيد سيكون من خلال الحوار المعمق مع بغداد، لان انت اقليم كردستان العراق، الاستقلال سيكون عن دوله العراق. وبالتاكيد حتى لو كان استقلال اليوم، احنا لدينا مشاكل كثيره مع بغداد. اليوم لدينا مناطق متنازع عليها، لدينا كركوك، لدينا مناطق سنجار، مخمور، خانقين، وتمتد الى مناطق كثيره. لدينا مشاكل بان اليوم مياه نهر دجله كلها تدخل الى العراق من داخل اقليم كردستان. لدينا ايضا تبعات مسائل نقديه ومسائل اخرى. اذا هذا حتى لو اليوم اتفقنا مع بغداد على موضوع الاستقلال، قد ياخذ بعض الوقت لتنفيذ الاستقلال من خلال استفتاء، من خلال غيره، لانه نحن نؤكد ان يكون من خلال الحوار. زين، اللي يخوفكم اكثر، هسه ذكرت المشاكل داخل الاقليم، اللي يخوفكم اكثر تحركات بعض خصومكم السياسيين، هسه انا جملت مصطلح اعدائكم، خصومكم السياسيين على قوة رئيسية ومؤثرة بالشارع الكردي. بصراحة أكثر بالأسماء تحرك دولة القانون، تحرك السيد المالكي على غوران، على الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتالي هذا التحرك لمحاولة إيجاد تحالف استراتيجي للأيام المقبلة، هذا الشيء ما راح يكون بصالحكم أنتوا الحزب الديمقراطي، لأن قواكم الرئيسية داخل الإقليم ما راح تكون وياكم، راح تكون مع غيركم اللي هو مثل ما قلنا خصمكم. في البداية لازم أوضح لك أمر، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني متفقين والعلاقات إيجابية جدا وماضين بموضوع الاستقلال. وحتى من إجا السيد عمار الحكيم كان لقاء مع وفد مشترك، موجود الاتحاد الوطني، موجود الحزب الديمقراطي، موجود الاتحاد الإسلامي، وأيضا الجماعة الإسلامية، فقط حركة التغيير لم تشارك. وحتى حركة التغيير اليوم ما تقدر تقف بوجه طموحات وهدف شعب اقليم كردستان. هي قد تقول الوقت غير مناسب، لا الوقت مناسب، ما راح توقف بوجه طموحات اقليم كردستان، لكن هي توقف بوجه طموحات السيد البارزاني. والله هي اتحدث عن شخصيه، اولا هي مو هاي طموحات السيد البارزاني، هي صحيح بس هاي طموحات شعب. يعني اليوم احنا، حتى اليوم احنا الحزب الديمقراطي الكردستاني نحن رافعين شعار استقلال اقليم كردستان، بس باشر هذا الاستقلال راح يكون عن طريق استفتاء وترعاه المتحده. اذا شعب اقليم كردستان ما قرر الاستفتاء، هو السيد البرزاني نفسه راح يكون عنده صوت، واني صوت، وكل واحد من اقليم كردستان عنده صوت. فانت صحيح احنا اصحاب الشعار واحنا اصحاب المضي في الهدف، ولكن بالتالي شعب اقليم كردستان هو من يقرر. شركائكم ما يريدون ينعاد القضيه وجود، مع كل الاحترام لآل البارزاني وللأسيم، لكن قضية اللي صار مع ملا مصطفى البارزاني، أنه بهذا التعامل وياه، أنه وجوده بالإقليم، رمزيته بالإقليم، ما يردون بالمرحلة المقبلة تكون نفس الرمزية موجودة للسيد مسعود البارزاني. بالتالي ما انطهم حتى تطمينات أنه لا راح يكون القرار مشترك. هم يتحدثون دائما عن تفرد بالسلطة، تفرد بالقرار، ما يردون يعيدون الأربعين خمسين سنة الجاية باسم السيد مسعود البارزاني. والله هو ماكو تفرد بالسلطة بصراحة. اليوم نوابهم يمنعون، وزراءهم يطردون، رئيس البرلمان. بس خلي احكي لك انت زين. الحكي التصريحات شكل واقع شكل ثاني. اليوم زين، حركه التغيير حصلت 24 مقعد وصار حكومه وحده وطنيه، احنا خلينا نسميها حكومه ائتلافيه. انت اليوم تريد تكون بالحكومه وتريد تكون بالمعارضه، هذا ما جايز. يعني او اكون مشارك في الحكومه واتحمل كل اعباء الحكومه، او اكون بالمعارضه مثل الحكومات السابقه اللي كان يشكلها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وكانوا التغيير معارضه وكانوا يتكلمون بكيفهم ويطلعون مظاهرات بكيفهم. بس انت اليوم مشارك، تريد انت تكون في نفس الوقت بالمعارضه ونفس الوقت انت ويا الحكومه وما تتحمل اعباء الحكومه، هذا ما جايز. هذا يمكن انتم حالكم الحزب الديمقراطي ويا التعاون ويا العراق ككل، انتم مشاركين اساسيين. هذه أنا راح أرجع لك، مو بالحزب الديمقراطي الكردستاني، كل الكتل اليوم زين، تشارك في الحكومة وفي نفس الوقت تحسب نفسها معارضة للحكومة. ماكو يجي شيء. أنا اليوم كل الفشل، اليوم إحنا الحزب الديمقراطي الحمد لله ما مشاركين بالحكومة هسه، نقدر نحكي بكيفنا، بس من كنا مشاركين بالحكومة بالتأكيد نتحمل من جزء من حتى فشل الحكومة. وكيل وزارة اللي عندكم طلعوا على التقاعد. حتى وكيل وزير طلع على التقاعد. زين، اسمح لي أن أشكرك النائب الدكتور ماجد الشنقالي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حياكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، حلقتنا انتهت، موعدنا يوم الأحد، مع السلامة.